مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعد بس مباشر من برنامج خد بالك. في كل حلقة بنحاول نتكلم في موضوع من الموضوعات القانونية، لأنه زي ما بنأكد أنه الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. القانون أعطى لكل شخص الحق في اللجوء للقضاء، ولكن وفقا لشروط ووفقا لإجراءات محددة. هنتكلم تفصيليا عن الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة برفع الدعوة القضائية، ولكن اسمحونا بداية نرحب بدكتورة هالة محمود عثمان، المحامية بالنقد ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ نشأة. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم، وانت بالصحه والسلامه وكل المشاهدين بكل خير في كل مكان. يا دكتور، يعني بنتكلم عن الحق في اللجوء للتقاضي، ده حق كفله الدستور ولكن وفقا لقواعد. ناخد بدايه لما الموكل بيجي لحضرتك المكتب ويخبط على الباب، بدايه بيدفع الاستشاره ولا فيعني حضرتك بتطلبي توكيل، الناس بتختلف على التوكيل، بيقولوا في انواع معينه من التوكيل وفي توكيلات محدده يفضل انه تتعمل للمحامي. اولا لما بيكون المحامي الموكل اللي جاي للمحامي لازم هو رايح في دعوه شكلها ايه؟ هل دعوه جنائيه ولا هل دعوه مدنيه ولا دعوه احوال شخصيه ولا دعوه عماليه ولا دعوه مجلس دوله؟ لأن كل دعوة من الدعاوي تختلف عن الدعوة الأخرى. لما يكون دعوة جنائية بيبقى سواء كان جناية أو جنحة، لو جناية بيبقى ما فيش توكيل لأن بيبقى حضور المتهم وجوبي أمام المحكمة. يعني في الجنايات ما فيش توكيل؟ لا، هو في توكيل، هو القانون اتعدل وقال أجاز في توكيل، لأن هو نحضر بتوكيل أمام محكمة الجنايات، ولكن جرت العادة على أن المحكمة خلاص لا، يعني مش بتتقبل هذا الأمر، ولازم يبقى حضور المتهم مع محاميه حضور شخصي. لما بيكون في جنحة لا، برضو بيبقى في بعض القضايا زي قضايا السرقة مثلا، برضو بيبقى حضور المتهم وجوبي، ما بيبقاش حضور المتهم جوازي او ممكن نحضر بتوكيل، لا بيبقى حضور المتهم جوازي. لكن لو بيبقى جنحه عاديه بيبقى التوكيل يا اما توكيل عام قضايا، ودايما بيتم يعني القشط او المفروض الغاء قصه ان يكون يقر بالتصالح والابرام او بالاقرار، عشان خاطر النقط دي مهمه دكتور. طبعا مهمه جدا، لان ممكن يكون جنحه والجنحه ديت بيعمل لي توكيل المدعي اللي هو المفروض المتهم او المدعي عليه او اللي هو المفروض المدعي بالحق المدني، وانا اروح اتصالح بالتوكيل ده وهو اصلا الخصومه لسه منعقده وما فيش تصالح ولا حاجه، فادراء لاي يعني تجاوزات ممكن من الزميل المحامي او من المفروض اطراف الدعوه، بيبقى التوكيل منصوص عليه بالاعمال المناط بالنسبه للمحامي ان هو يقوم بيها، ان هو يرفع الدعوه، ان هو يحضر الجلسات. هل احنا يا دكتور احنا اللي بنصيغ التوكيل ولا ده بتبقى اسطمبه؟ كان زمان اسطمبه، لا دلوقتي بقى لا، انت بتروح الشهر العقاري طبعا، ونتيجه التطور الرهيب اللي موجود دلوقتي في التعامل مع مصلحه الشهر العقاري، بتكتب البيانات اللي انت او بتكتب الاجراءات المناطه بالمحامي بالشكل اللي يتناسب مع قضيتك ومع درجة الثقة اللي بينك وبين المحامي في التوكيل، ما بقاش في اسطمبة زي زمان ونمضي كده وخلاص، لا لا خالص لا. طيب. لما بيكون بقى الدعوة مدنية، يعني سواء مدعي أو مدعى عليه، دي بيبقى ليها بقى إجراءات أخرى وليها شروط شكلية وليها شروط موضوعية عشان يبقى أبتدي أشتغل في الدعوة المدنية. تمام، ناخد أول تليفون يا دكتورة ونرجع. الأستاذ ماهر، مساء الخير. مساء الخير. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. لو سمحت، أنا كان في واحد عمل لي محضر وتحول لجنحة وخدت حكم وبعدين قال إن أنا عملت له عاهة مستديمة، وأنا ما أعرفش حاجة خالص، ما عرفتش غير إن المباحث جاية تتنفس حكم عليا وبتاع، مع إنه هو العاهة اللي بيقول عليها دي من قبل كده وعاطينه كمان عربيه عشان معاقين عشان العاهه دي. طيب اعمل ايه انا في حاجه زي كده، وازاي اجيب بيانات العربيه بتاعته عشان اقدر اقنع المحكمه ان العاهه اللي هو بيتكلم عنها دي موجوده قبل كده؟ يعني انت حضرتك صدر على حضرتك حكم وتداولت الجلسات وانت ما تعرفش حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه، ده غيابي انا ما اعرفش. طب الدكتور عاوزه تسال حضرتك، ده حكم جنايه ولا حكم جنحه؟ جنحه حضرتك. ما هي العاهه المستديمه يبقى جنايه. طب ما انا لو قضية ضربة عادية يبقى دي جنحة، لكن لو عاهة مستديمة يبقى دي جنية.
طيب ما علينا، ان كانت كده او كده اعرف ازاي اجيب بيانات عن العربيه بتاعته عشان يتثبت ان هو في اعاقه وعشان كده عاطينه العربيه؟ بص حضرتك، اولا هو اذا كان صدر على حضرتك حكم غيابي، والحكم الغيابي ده لو في الجنحه هتعمل معارضه. تمام. وبعدين المعارضه انت وقتك قدامك مفتوح بالشط، يعني الوقت في اي وقت تعمل معارضه مفيش مشكله، وتطلب من المحكمة من أول جلسة بالرقم القومي إنك أنت تقدر تجيب ما يفيد من المرور إن هو عنده عربية والعربية تم تسليم، حتى لو أنت ما تعرفش بالرقم القومي ممكن تطلب عشان خاطر تجيب إنها تم تسليم عربية معاقين. ولو هي جناية، لو جناية هتقدر تعمل حاجة اسمها إعادة إجراءات، وفي إعادة الإجراءات من أول جلسة تقول إن الإصابة إصابة قديمة وان الاصابه دي مفتعله، وتطلب احالته تاني للطب الشرعي عشان يبين مدى تاريخ الاصابه، واذا كان تاريخ الاصابه ده يتفق مع اللي قاله ولا هي اصابه قديمه وهو عملها وافتعلها عشان خاطر ينال منك. فالامر بسيط، بس اطلب من المحكمه، لان كون ان انت ما تعرفش وصدر حكم غيابي يبقى ممكن يكون كل الاجراءات تمت في غيبتك انت، وتحول مره واثنين وثلاثه، لان ما فيش حد يقدر يقول ان في استقرار في الاصابه الا بعد مرور فتره زمنيه قد تكون 6 أشهر او اكتر عشان يكون الحاله ثبتت على كده. فانت تطلب من المحكمه من اول جلسه، جنحه هيطلب المحامي بالتوكيل، جنايه حضرتك هتحضر مع المحامي والمحامي يطلبها. تمام تمام، يعني حضرتك في الجنحه اطلب من المحكمه بالرقم الرقم القومي بتاع من بتاعه ولا بتاعه هو؟ بتاعه هو. أنا طيب يعني أطلب من المحكمة بالرقم القومي بتاعه؟ أطلب من المحكمة باسمه هو، باسم اللي شكيك اللي هو المجني عليه. بس هو برقم القومي هتعرف تجيب كل حاجة دلوقتي. يعني دلوقتي محتاج تصريح من المحكمة للمرور؟ لازم تصريح من المحكمة، والمحكمة لما هتخاطب المرور والمرور هيخاطب المحكمة عشان ما يبقاش فيه في النص أوراق ممكن تبقى فيها تلاعب يعني. يعني ولو في تقرير، لو في تقرير من المستشفى اللي هو عمل فيها الكشف الطبي دوت، انت حضرتك ارجع وجيب اصل التقرير بسهوله جدا، المحكمه هتصرح لك. ادام في النهايه ما فيش اي حد حاضر بالنيابه عنك، او حضرتك ما تمش سؤالك اثناء تداول الدعوه قبل ما تحل المحكمه. تمام، يعني اجيب صوره رسميه من التقرير؟ اتاكد، بس اتاكد ان هو التقرير ده اتعمل. طب ولا لا؟ طب حضرتك نفترض مثلا ان هي جنحه مثلا، هطلب من المحكمه تصريح بجواب للمرور عشان يديني بيانات عن العقد. تمام كده. وتطلب اصل التقرير، يعني خلي المحكمه تصرح لك، الزميل اللي حاضر معاك يطلب من المحكمه اصل التقرير ويعرفها ان الشخص دوت شخص معاق، والشخص دوت تم استلام سياره مجهزه. تمام. وان الاصابه دي اصابه قديمه ومفيش دليل على انك انت اللي ارتكبت الفعل ده بشتى الطرق، بقى كنت موجود في شغلك، كنت موجود مع حد، جبت شهاده شهود، يعني ليك اكتر من وسيله وليك اكتر من طريقه عشان تثبت ان دوت فيه نوع من الكيديه. شكرا استاذ ماهر. الاستاذه عواطف، مساء الخير يا فندم. استاذه عواطف، استاذه عواطف معانا؟ استاذه عواطف. طيب الاستاذ جورج، مساء الخير. الو، اتفضل يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك، اتفضل. حضرتك انا ممكن اسال سؤال بس؟ هو في لو انا عايز اعمل حصه ارث، لو ايه يا فندم؟ عايز اعمل حصه ارث. حصه ارث؟ تمام. انا ممكن انا اروح انا اسجل في الشهر العقاري حصه الارث دي، ولا يعني انا رحت عملت جبت تصرفات عقاريه وجبت اصل العقد من الشهر العقاري وكده، ممكن انا اروح اسجلها بنفسي ولا لازم اجيب محامي هو اللي يمشي في الاجراءات؟ هو انت حضرتك اولا هي في تركه؟ بيت. واتقسمت؟ لا، ما احنا عايزين نقسم، يعني هي فيها كذا ورثه، يعني والدي مثلا وخالتي، تمام، فاحنا عايزين نفصل الجزء بتاع والدي اللي هو ابنائه اللي هو انا واخواتي، تمام، عن خالتي مثلا. والارث دوت مسجل شهر عقاري؟ مسجل. البيت متسجل من زمان، وانا طلعت الاصل بتاعه من الشهر العقاري. طيب تمام، حضرتك عايز تعمل دعوه تقسيم يعني؟
لا عادي جدا، بس هو يعني نفتي بيه بالظبط. بس هو يعني يفضل ان يكون في زميل، لان دعوه التقسيم المفترض هيبقى فيها خلل. هي دعوه فرد وتجنيب يا فندم؟ تقسيم، كل واحد بيبقى فيه حصه على الشيوع، فهو بيقسمها عن طريق المحكمه بموجب اعلام الوراثه، ولازم يكون العقد مسجل. طيب استاذ جورجي، ما حاولتوش تقعدوا يعني يقعدوا مع بعض؟ حتى لو هم يقعدوا مع بعض، هو في فرق بين التقسيم الرضائي، لكن عايز هو التقسيم القانوني، عشان خاطر لو في بعض الشقق مثلا بتجيب ايجار معين، او في بعض الشقق مش مستغله وفاضيه، يبقى كل واحد عارف نصيبه حصه مفرزه من العقار. تمام، يستحسن ان يكون في زميل محامي. شكرا استاذ جورج. الاستاذ عواطف معانا؟ طيب دكتوره، يعني حضرتك اتكلمنا عن التوكيل، قلت حضرتك انه التوكيل لازم الشخص يكون حريص في كتابه صياغه التوكيل. طيب بالنسبه لتجهيز الدعوه، يعني في بعض الموكلين بيلجأوا المحامي وبيتوقعوا انه تاني يوم يعني تنزل جلسه وياخدوا حكم. ايه اللي بيحصل في الكواليس خلال الفتره دي يا دكتوره، علشان برضو يبقى الموكل او المدعي او صاحب القضيه على بينه انه التاخير مش من المحامي في الغالب؟ لا، هو التاخير طبعا مش من المحامي، واجراءات رفع الدعوه، خلينا نقول ان الدعوه دي لما بيلجأ ليها سواء المدعي او المدعى عليه، هي لحمايه حق. صحيح، حمايه حق ضائع او الوشك على حق ممكن يضيع. فانا بلجأ للمحامي واقول له والله انا عندي قضيه، سواء بقى كانت قضيه طرد، سواء كانت قضيه ايا كان نوع القضيه، وعايز ارفع قضيه. فلازم يكون في امرين، في حاجه اسمها الشروط الشكليه والموضوعيه، والشروط الشكليه وشروط موضوعيه. لازم يكون ليا صفه، ولازم يكون عندي اهليه، اهليه اداء واهليه وجوب. لازم يكون عندي ليا الحق ان انا اقاضي، وان المفروض الحق ان انا اقاضي، ما عنديش اي عارض من عوارض يعني الاهليه. طب ايه صفه؟ يعني ايه صفه يا فندم؟ صفه يعني انا صاحب، انا 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 المفترض اللي ليا المصلحه في القصه دي. يعني انا النهارده حضرتك، انا وحضرتك في بينا عقد، ما يجيش طرف ثالث يخش يرفع عليك قضيه او يرفع عليا قضيه. لا، يا اما انا، يا اما نائب عني، يا اما حضرتك، يا اما نائب عنك. يبقى ليا صفه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدعوه، وليا مصلحه في الدعوه، ومصلحه ممكن تكون مؤكده او غير مؤكده، بس ليا مصلحه وظاهره، وتكون حاله يعني وتكون بالفعل. يعني دي اللي المفروض، الشروط اللي المفروض انا عشان خاطر اروح لزميل محامي او اروح لمحامي ابتدي ادور عليه. انا النهارده انت خبطت على بابي وجيت لي عشان تقول لي ارفعي لي قضيه. في حاجة اسمها ان انا بكتب حاجة اسمها صحيفة دعوة. ولازم صحيفة الدعوة دي اراعي فيها امور عدة. اولا لازم يكون الدعوة ما تكونش منافية للنظام العام ولا الاداب العام. يعني احنا الاتنين اتفقنا على يعني حاجة من الامور المخالفة قانونية، مثلا صفقة مخدرات، وانا اديتك وانت خدت مني، فما ينفعش ارفع دي. فلازم يكون امر مشروع، امر مشروع. وغير ان انا اكتب صحيفه الدعوه، المفروض يكون المحامي مقبول شكلا. شكلا يعني ايه؟ بمعنى يعني ما جيش محامي يكون القضيه تترفع من محامي استئناف او محامي ابتدائي واجي ارفعها من محامي جزء. طيب النقطه دي عايزين نتوقف عندها يا دكتوره، بس ناخد الاستاذ ملاك علشان نعرف امتى الجا لمحامي جزئي، وامتى ما ينفعش المحامي الجزئي، ينفع لازم ابتدائي، وامتى نقد. الاستاذ ملاك، مساء الخير. اتفضل استاذ ملاك. استاذ ملاك، اهلا بحضرتك، اتفضل. انا بقول سعاده المستشاره، بقول لها انا عندي ساكن، كان قاعد عندي ساكن، حلو كده يا استاذ نشأت؟ ايوه يا عم ملاك، اتفضل. ايوه، انا كان عندي بيت، عندي بيت، حلو كده. وانا عندي ساكن اشترى بيت ومشي وقفل الشقه على الفاضي. وكده، وبعدين اخترع تاني، قال لك ايه، انا هجوز ابني، يا تديني 50,000 وانا اسيبها لك، يا جوز ابني فيها. والشقه عباره عن اوضه وصاله وحمام، وفي اخر دور ومتقطعه كلها. طب بيدفع الايجار يا عم ملاك؟ بيدفع، ايوه، الايجار. ملتزم بدفع القيمه الايجاريه؟ ايوه، بس دلوقتي ده مشي بره، وده ايجار جديد مش ايجار قديم. طب لا، اسالني يا دكتور. طب يا عم ملاك،
انت دلوقتي الايجار القديم الايجار الايجار الجديد العقد اللي انت كاتبه كاتبه بفتره قد ايه؟ 59 سنه. يعني كاتب في العقد المده 59 سنه ولا مشاهره؟ لا مش مشاهره، 59. 59 وبعدين ده ساكن من 2002. 2002؟ بعد 96 يعني بقاله 20 سنه. واشترى بيت 20 سنة يعني فاضل له 39 سنة. واشترى بيت. طب سؤالك ايه يا استاذ ملاك؟ نعم سؤالك ايه؟ سؤالي ان هل ينفع انه يطرده ولا لا؟ بص يا عم ملاك، هو دلوقتي الايجار القديم اللي قبل 96 لو كان هو ساكن وعقد الايجار قانون قديم يبقى المفروض ان هي بمجرد الترك، وانت حضرتك بتثبت كده امام المحكمة سواء عن طريق شهادة الشهود او عن طريق الجهات الرسمية زي الغاز والكهرباء والتليفونات والكلام دوت، ان مفيش استعمال، بتعمل محضر اثبات حالة وممكن ترفع قضية بالطرد. طب ده 59 يا فندم، ده انت بتقول 2002 و2002 واحنا النهاردة 2023، يعني هو لسه في عقده، لسه في مدة باقية، لأن بعد 96 بقى العقد شريعة المتعاقدين اتفقتوا على 59 المدني. فأنتوا دلوقتي أنت مجبر مش مخير، حتى لو هو سابها كده وما عملش فيها أي حاجة خالص، بس كون أن حضرتك مضيت على الـ 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 العقد على أنه هو 59 فأنت ملتزم، فيعني يا ريت ينفع أنك أنت تحلها ودي وتتفاوض في الخمسين ألف، لأن هو مش هو انت اللي اشرطت على نفسك ان هو قاعد للفتره دي، وما ما الا اذا كنت انت كاتب شرط جزائي في العقد وقلت ان العقد دوت يفسخ اذا تم تركه او اذا حاله تغيير المعالم او اذا حاله عمل من اعمال المنافيه للاداء. يعني يا دكتوره صياغه العقد حتى ولو في عقود الايجار الجديده واجب يراعى فيها نقاط معينه خدمه للطرفين. بص يا استاذ نشأت، احنا في فتره فيها تغيرات رهيبه جدا 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 بالنسبه للعقود. خلي بال حضرتك احنا دلوقتي بقى ممكن نعمل عقد ايجار عن طريق عقد الكتروني. فالفتره دي محتاجه نوع من اليقظه الحقيقيه. ومحتاجه نوع، يمكن الاول كنا احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم على استحياء في القانون. باعتبار ان هو ماده ثقيله، وباعتبار ان هو مش محتاج ان احنا نقول الا اذا لا قدر الله حصل مشكله وتوجهنا للمحكمه. انا بقول من منبرك هذا ان اصبحت الثقافه القانونيه هي الثقافه الواجب. صحيح. واصبحت ان المفروض يكون في برامج توعيه كبيره جدا جدا. خلي بال حضرتك انا وحضرتك ممكن نتكلم على نعمل شات على النت. فانت توقعني في اطار تحت طائله القانون وانا ممكن اوقعك. ممكن اتعامل معاك بشكل او باخر عن طريق المداعبه، فممكن برضو اقع تحت طائله القانون. وبالتالي انا بقول ان احنا محتاجين كلنا نتكاتف، كلنا سواء كانت دوله اللي هي المفروض النظام او حتى الشخص العادي او المتعاملين بالقانون، على ان احنا نعمل عمليه صحوه حقيقيه لتوعيه قانونيه حقيقيه في كل مناحي الحياة. ابتداء من الطفل الصغير اللي ممكن يرتكب جرم، وإحنا شفنا الكلام ده كتير جدا جدا، لغاية الكهل الكبير اللي ممكن برضو يقوم بفعل ودوت فاكر إن هو لا يمثل مشكلة قانونية. فعم ملاك لا هو يتفاهم معاه وديا، ملزم بال 59 سنة في صف الرجل الآخر. يعني دكتورة نستأذنك نخرج للفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الشروط الشكلية والإجرائية لرفع الدعوى القضائية. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.
للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. معانا الأستاذة سامية من قبل الفاصل. مساء الخير أستاذ سامي. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك احنا انا واخواتي ورثين ورث ومسجل في الشهر العقاري، عاوزين نعمل عقد اتفاق تراضي. هل العقد الاتفاق ده نيجي نسجله يمشي عادي خالص كأنه عقد جديد وينسجله في الشهر العقاري؟ طيب في اي استفسار دكتور؟ لا لا لا. في اي استفسار منها يا فندم؟ لا لا لا. شكرا استاذة سامية، شكرا. اتفضلي يا فندم. العقد الاتفاقي، لا هيبقى العقد الاتفاقي ده عقد رضائي وهيتم العمل بيه وهيبقى الامور كلها بالنسبه لك ميسره لانك انت اللي اقرتي وارتضيتي، يعني انت اقرتي بحقك وحق الاخرين وارتضيتي بحق الاخرين، فهيبقى لا ما فيهوش اي لكن مشاكل. بيبقى ملزم للاطراف. وده ما هو هياخد الاجراء الاخر وده يتسجل يا دكتوره؟ ممكن. يعني يتسجل ده اللي هي الاسم الرضائيه برضو طبعا. برضه الاسم الرضائي زي الاستاذ اللي اتصل في الاول خالص. بس ماشي. هو المفروض يلجا، هو كان عايز يسجل. فالمفروض لو عملوا اتفاق زي الاستاذه ساميه رضائي او اتفاق رضائي هيتم الاعتراف بيه والاعتداد بيه، ما عملش بيلجا لدعوه تقسيم عن طريق المحكمه اللي هي دعوه فرز والتجنيد. طيب الاستاذ بولس مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. أليسوس أنستي تفضل. تحياتي للأستاذ. أهلا معك الدكتورة تفضل. بالنسبة لحضرتك هنكون عندنا بيتنا محل مأجرينه لجماعة من حوالي 40 سنة و42 سنة. فكان مأجر ورشة فضة. ورشة إيه؟ وبعدين ورشة فضة. وبعدين مع الوقت غير نشاط من السوبر ماركت من نفسه. وبعدين راح غير مستلزمات قطع غيار عربيات من نفسه. وبعدين راح عمل برضك نشاط تاني نظام كمبيوتر من نفسه. فالمهم جه قاعد معانا مع الورثه بما فيهم انا، وبعدين عمل عقد من لي كده بتغيير النشاط. عمل عقد جديد؟ عمل عقد من مين؟ عمل عقد مع الورثه. والورثه ارتضوا بهذا الامر؟ المهم كتبنا عقد بكم إيجارية بسيطة برضك على هذا الأساس، وبعدين فوجئنا إن هو بيدفع الإيجار القديم. هل هنا العقد الجديد يلغي القديم ولا إيه الموضوع؟ هو العقد القديم لما تم تحريره، تم تحريره من مين؟ من الوارث قبل ما يتوفى ولا من الورثة اللي موجودين؟ لا، العقد القديم تم عن طريق والدي اللي هو صاحب المكان، وبعد كده احنا كورثه عملنا عقد جديد، عامل معانا عقد جديد. فهو بيدفع القيمه الايجاريه القديمه حاليا. طب وانتوا في العقد الجديد كتبتوا ان اي عقد اخر يعتبر لاغي؟ كتبنا النقطه دي. وهو بيدفع الايجار على العقد القديم؟ بيدفع الايجار على العقد القديم. لا، ارفع عليه قضيه. رفعنا عليه قضيه. اولا ارفع انذار، ارفع اعمل عملنا دعوه قضائيه. ايوه. وبعدين القضاء استدعوا الورثه بالاستجواب. بالاستجواب، للاستجواب ليه هو، صح؟ بالاستجواب ليه هو ولينا احنا. وبعدين قال احنا العقد القديم ده ساري مفعوله. ساري مفعوله. طب بناء عليه مين اللي قال ان العقد القديم ساري مفعول؟ العقد القديم ساري مفعوله. هو بيقول كده، هو المدعي بيقول كده. العقد القديم ساري مفعول. انت حضرتك مش عملت عقد جديد انت وباقي الورثه باعتبارك انت المؤجر وهو مستاجر امتداد للعقد القديم، والعقد القديم يعتبر لاغي؟ يعني انتوا اتفقتوا على اتفاق جديد بشروط جديده بمده جديده بايجار جديد؟ طيب مين اللي قال بقى ان هو ساري؟ مين اللي هو قال ساري؟
اللي هو العهد القديم. مين اللي قال ساري؟ هو بيدعي. لا ما يدعي. ما هو يدعي. ما هو يدعي زي ما يدعي. انت حضرتك لا الامر في ايدك انت. العقد يعني؟ العقد الجديد لو حضرتك كتبته في ان اي عقد اخر يظهر يعتبر لاغي ولا يعتد به الامر دوت انتهى تماما. العقد القديم انتهى. انتوا يعني دلوقتي يعتبروا اطراف جديده. يعني الجديد يعني الجديد يلغي القديم. طبعا يلغي القديم وهو ملزم بالايجار الجديد وبالمده الجديده ادام ارتضى. طيب. الا اذا العقد القديم كان موجود وهو كان رفع قضيه والقضيه المفروض اتحكم بامتداد عقد الايجار، فالمفروض هنا في الوقت ده كل شروط العقد القديم بتبقى ساريه. لكن كده يعترض كده يعترض يا استاذي. لو العقد القديم امتد امتداد قانوني بموجب حكم محكمه فهو ملزم للطرفين بنفس شروطه. لكن العقد القديم انتهى نهايه رضائيه بوجود عقد جديد حل مكانه بالشروط الجديده اللي هي المده واللي هي الايجار، فالعقد الجديد هو واجب التطبيق وهو المفروض الاخلال بيه بيؤدي يا اما لبطلان يا اما للفسخ. يعني كده ممكن نطرده كده؟ مش هو انت غير انك تطرده. ومدته قد ايه العقد الجديد؟ ايوه مدته قد ايه؟ واذا كان محدد فيه ان هو يغير مدته الجديد. مدته الجديد مدته مفتوحه. مفتوحه ازاي؟ انتوا مش كاتبين تاريخ يا فندم؟ لا مش كاتبين تاريخ مفتوح. يعني كان تاريخ كام؟ تاريخ 2002 2010 كده. يعني انتوا كاتبين 2010 يا فندم؟ من كاتبين التاريخ دوت؟ تاريخ طب وكاتبين عقد مشاهره؟ لا عاطينه عقد ايجار بس. ازاي يعني؟ هو عقد ايجار مدته قد ايه؟ مش محدد مده. ما ينفعش اقصى مده بقى ويبقى مشاهره وفيها كلام. بس هقول برضه حضرتك تاني. شكرا استاذ بولس. يا استاذ بولس انت دلوقتي ادام العقد الجديد اللغى ومكتوب فيه بنود الغاء العقد القديم ولا يعتد به والتعامل مع العقد الجديد، هيبقى ملزم هو بالايجار المكتوب فيه، ولو ما فيش مده هيبقى المده المحدده هي مده الشهر وتعمل له انذار. تمام. يعني هو مش كاتبين تاريخ يا فندم. ما هي دي المشكله بقى. بس اصل طب يفسر لايه ده يا فندم بالنسبه لعدم كتابه التاريخ؟ هل يفسر مشاهره ولا الاقصى مده؟ لا ما هي تفسر ممكن مشاهره والاقصى مده حسب حاجه من اتنين، يا اما انت ربطته بالعقد القديم فيعتبر امتداد قانوني، يا اما انت فصلته عن العقد القديم فاعتبر عقد شرعيه المتعاقدين اللي هم للطرفين. طب في الحاله دي بيحل خبير مثلا في حاله نزاع. من المحكمه طلبت استجواب. يبقى طلبت استجواب الطرفين. يا كل الساده المشاهدين في كل مكان خلي بالكم، يعني حسن النيه وسوء النيه هو امر داخل النفوس محدش يعرفه. خلينا دايما نكون في حاله حذر واحنا بنكتب اي عقد، عشان العقد ده بينصرف كل اثاره عليك وبعد كده على أولادك. صحيح. الأستاذ مينا مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا فندم سؤالك. حضرتك كنت عايز أسأل بس أغير محل الإقامة من المنيا للقاهرة، أنا قاعد في القاهرة على العمارة وكده. تغير محل إقامة؟ أنا بطاقتي مكتوب فيها المنيا. فأنا عايز اعمل عقد إيجار يا أستاذ مينا واعمل له إثبات تاريخ، او هات مكان اثبات تاريخي انك انت في عمل في القاهره، وهتروح بيه بسهوله جدا تغير محل الاقامه. هو مفيش اي حل تاني لان انا شغال ماسك عماره وكده، فمش هجيب منين عقد ايجار. ما هو لازم في شروط يا فندم. اي عقد ايجار في اي مكان، حتى لو انت شغال لو عقد ايجار مؤقت. يعني لو اجرت الشقه لمده مثلا 3 شهور او 4 شهور وجبت عقد ايجار وثبت فيه اثبات التاريخ، فانت يعني هتبقى بسيط يعني. حتى لو انت شغال في مكان بسيط يعني ما فيهاش مشكله خالص. شكرا استاذ مينا. ومكان العمل ما ممكن يكون في مكان العمل يقولوا له ان هو في المكان العمل ده موجود باستمرار. ما هو ممكن صاحب العماره طالما بيقول حارس صاحب العماره يخاف ما يديله عقد على اساس يبقى اثبات وجود قانوني بقى. على فكره الموضوع ده مهم جدا يا استاذ نشأت، فانا عايزه برضو يعني اقول لكل الساده المشاهدين واقول لاصحاب الملاك، انت لما حضرتك بتدي عقد ايجار للحارس بتدي له عقد الايجار بموجب العمل، وبتربط عقد الايجار بالعمل ده. ممكن دي يا دكتورة. طبعا. لو انت انفصلت عن العمل فمباشره بتنفصل عن عقد الايجار، لان دوت امر تبعي للعمل.
عشان محدش يخاف. اصل في ناس ده الاجراء اصله قديما يا دكتوره كان بيكتبوا مثلا العقد يديله مثلا حجره مثلا في السطح بعد حتى الانتهاء بتمتد العقد الايجار. ما انا دي بمناسبه العمل، ما احنا مش احنا قلنا يا استاذ نشأ دلوقتي ان العقد شريعه المتعاقدين بالنسبه للقانون المدني. انا النهارده شغلت عند حارس فانا هكتب في العقد ان 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 الاوضه دي بتاعت الحارس دي بموجب ان هو يعمل لدي كذا ويتقاضى كذا، وان العقد ينتهي اجباريا بالنسبه للطرفين بمجرد مثلا لا قدر الله وفاته او تركه العمل. فهنا بياخد العقد ده ويروح المحكمه، فالمحكمه بتبقى المفترض انها بتنفذ بنود العقد، لان قلنا من بعد 96 ان هو العقد شريعه المتعاقدين وان هو قاعد مدني. تمام. الاستاذه انوار مساء الخير. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. من فضل حضرتك، انا كنت شغاله في شركه ايوه واصبت بامراض كثيره مزمنه. عندي جلطات في المخ كثيره، انسداد شرايين، كسور دمويه، غضاريف، فقرات، مش المفاصل، ازمات حساسيه واغماء مستمر. المهم انا طلع لي عجز جزئي، انا اللي كنت بعمل وجوزي عاجز، عنده صدمه ضفريه وتوأم باجهزه ذو احتياجات خاصه. مساء الخير. اتفضلي يا فندم معاكي. ايوه، فجيت اصبت بمرض وانا في شغلي، فقدمت ورقي للتامين الصحي وكده وعملت اجراءات، خدت عجز جزئي. تمام. حولوني اللجنه خماسيه قالوا لي هتاخدي شهرين بشهرين بكل حقوق الشركه، قالت ما عندناش الكلام ده. فوجئت ان الشركه بعد ما عملت كده خرجت، قالوا لي لا ده انت عاوزه العمل، قلت له لا الدكاتره قالوا كذا كذا. فوجئت لقيت الكلام ده اتغير، واتكتب الشركه نفسها قالت احنا دفعنا، دفع فلوس المندوب الشركه قال ان دفع فلوس والقرار اتغير عوده للعمل وحقي ضاع. طب انت مش في معاكي لجنه ثلاثيه يا فندم من الكومسيون الطبي؟ معايا اللجنه الاولانيه خالص، ايوه اول لجنه، وبعدها دخلت اللجنه الخماسيه مرتين. طب واللجنه الخماسيه قالت ايه يا فندم؟ اللجنه الخماسيه تاني مره قالت هتاخدي حقوقك كلها شهرين بشهرين. طيب مش قدمتيه ده للشغل يا فندم؟ مش قدمتيه؟ لكن ما كتبش في الورق. ايوه يا فندم. لا هو في تقرير يجي كده شفوي؟ هو التقرير الاولاني. نعم؟ ساعة ما بدخل انا ماليش حد غير ربنا، فبروح لوحدي وببقى تعبانه جدا. يعني انا دلوقتي عشان واخده ربنا يشفيك يا مدام انوار. فهل حقي هعرف اخده ولا حقي ضاع؟ انا رفعت قضيه في المحكمه. مجلس دوله؟ ما اعرفش، هو اترفعت لي قضيه في المحكمه، وقدمت كل الاوراق وعملت محضر وكعب عمل، وبعد كده اتعمل لي لجنه وجلسه واثنين، واخر جلسه قالوا هيتحدد الخبير، هيحدد مبلغ تدفعي وبعد كده يتحكم. طب وانا حقي هيرجع؟ قال لي بس حاولي تخشي لجنه من جديد. قدمت ورقي للتامين قالوا هيبقى عمل اخر، انا ما غيروليش العمل، انا غير قادره على اي حاجه اساسا. انا بقى بخمس دقائق اعمل لقمه لاولادي بيغمى عليا، ده غير حرقان. طب استاذ انوار حضرتك بتقولي لجأتي للمحكمه ورفعت قضيه. ايوه. وصلت لايه القضيه دي؟ القضيه اخر حاجه قالوا لي الخبير هيرد علينا ويحكم لنا، بس لسه هتدفعي مبلغ الاول. انا اساسا يعني ما حنتيش حاجه لا ادفع ولا اعمل، انا بعت ذهبي عشان بدفع التامين كل شهر، ولازم اجدد الاجازه وبدون مرتب. ده غير كده ضفت بنت ان انا تعبت نفسيا، هم قالوا لي اعملي ان انت مجنونه واحنا نطلعك فوري. قلت لهم اعمل مجنونه مش مجنونه، انا قد خدت نفسي. قالت طب اعملي لنا لانك مريضه نفسيه. هو انت شغاله فين يا مدام انوار؟ الشركه المصريه للخدمات. لا بلاش اسماء شركات يا استاذ. يعني قطاع عام ولا قطاع خاص؟ لا اللي هي مش حكومه، شركه مساهمه مصريه، ورئيس الشركه قال لي اعلى مفخرك اركبيش. طيب وما راعاش ظروفي ولا ظروف عيالي، 18 سنه في الحي يوميات، وبعد كده في الشركه 17 سنه تامن عليا في الشركه، 12 سنه وتامن عليا في الحي. طيب استاذ انوار هو حضرتك بالنسبه لتقارير القمسيون الطبي مش سلمتيها للجلسات في المحضر جلسه؟ الايه؟ التقارير الطبيه حضرتك قدمتيها للمحكمه؟ مقدمه كله. طيب صور بس ما خدوش الاصل. دكتوره بصي يا استاذه انوار، ده اولا القصه ان في لجنه. طب في اي استفسار منها؟ لا لا شكرا لحضرتك استاذه انوار. في لجنه
ولجنه اوصت انك انت بتوصيه معينه يعني، وفي لجنه تانية اللي هي المفروض غيرت القرار. انا في الوقت دوت هعمل طعن على القرار اللجنه دي، هعمل طعن على قرار اللجنه دي قدام مجلس الدولي في خلال 60 يوم، حتى لو كان بعديها بفتره، بس في خلال 60 يوم هتظلم من قرار اللجنه. ولما اوصل للرد بانها مثلا رفضت التظلم بتاعي، الجأ لمجلس الدوله، ومجلس الدوله المفترض باي شكل من الاشكال هتاخد قبول شكلا، ويبتدي يدور في القرار اذا كان في تعسف او كان في انصاف للجهه الاداريه. ولكن انا النهارده لما يطلب من حضرتك انك تدفعي رسوم للخبير او تدفعي رسوم المفروض بالحاله دي، حتى لو انت معكيش فهي انت مجبره مش مخيره، على اساس كاجراء شكلي، اجراء شكلي عشان يقوم بالاعمال. صحيح. ما انا النهارده بقول ان القرار دوت فيه تعسف، وان اللجنه الخماسيه قالت اني انا ارجع العمل وانا اصلا تعبانه، والمفروض التعب ده تعب عضوي، ومعايا تقرير مبدئي هيصفها القضاء، ومعايا ممكن يكون تقارير خارجيه جايه من جهات اخرى، يعني علاج خاص. كل ده مين يفصل فيه؟ المحكمة. المحكمة، والمحكمة تفصل فيه ازاي؟ المحكمة هي الخبير الأعلى، بس المحكمة بتلجأ لمين؟ للأهل الخبرة أو أهل الناس الفنيين. فهي بتقول أنا مش معايا إن أدفع الرسوم. طب ما دي غصب عنها تحاول تتصرف وحتى تقدم طلب، لكن تهتم بالقضية، ما تسيبهاش. لا، ما تسيبهاش، لأنها هيجي لها حقها. وهيجي لها حقها بأثر راجع من ساعة ما رفعته. خطواتها ماشية صح. خطواتها ماشية صح، ما هو حالها للخبير أو حالها للجهة المختصة. يعني تكمل في الدعوة. تكمل، بس هي تدفع الرسوم بتاعة أو حتى تقدم طلب لرئيس المحكمة إنه يخفض لها الرسوم لو كانت الرسوم مغالية فيها. الأستاذة سامية، مساء الخير يا فندم. سامي حضرتك. الأستاذ سامي، مساء الخير. أيوة يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك، انا ساكن في ارض اللواء. ايوه في الجيزه، محافظه الجيزه. ممكن نعلي صوتنا شويه بعد اذنك؟ انا ساكن في ارض اللواء حضرتك. ساكن في ارض اللواء. ايوه فندم. جيزه. أيوة. واسمه ده، ومعايا عقد من 79 مكتوب فيه مشاهره، عشان ما كانش فيه مدد، فصاحب البيت رفع علي قضيه، وانا ساكن عنده بقالي 45 سنه، عايز يطردني. طب انت مش عقدك من سنه 79؟ مشاهره. بيقول ان ارض اللواء دي قريه مش مدينه، مع انها تبع اسم العجوزه. ايوه. فمش عارف هل ده من حقه ولا انا مش فاهم، مش عارف يعني. طب رفع دعوه ولا لسه؟ لا، رفع دعوه حضرتك. وصلت لايه؟ دي لسه كانت يوم 20/4، بس عشان العيد اكيد هتتاجل يعني. طيب الدكتوره مع حضرتك. طب هو رفع دعوه بايه يعني؟ رفع دعوه عايز يطردك ليه؟ رفع دعوه عشان يعني انا اسمه دون عادي مشاهره، وهو ارض اللي هو قريه مش مدينه، مع انها تتبع اسم العجوزه. يعني ايه قريه ومدينه؟ مش عارف، كاتب كده في الدعوه. يعني ايه قريه ومدينه؟ هو انت مش عقد ايجار؟ عقد ايجار. وعقد الايجار انت بتدفع الاجره؟ طبعا. وانت قاعد في البيت بقالي 45 سنة. طيب خلاص، لا ولا يعني، بس انت تابع القضية باستمرار، تحسبا يكون هو ما بياخدش ايجار، تحسبا. لا حطيته في المحكمة كمان. طب تمام، حضر كل الايصالات بتاعت الدفع كلها بتاعت حضرتك، جاهزة، ومية ونور وغاز وكل حاجة. تمام، مفيش أي مشكلة خالص. فرقت ايه قرية من المدينة؟ مش عارف، أنا مش عارف ايه اللي طالعين فيه ده. قريه مش مدينه، مع انها تبع اسم العجوزه. وكلمه مشاهره يقول لك الشهر بشهره. اهم حاجه التزم بالقيمه الايجاريه. بالقيمه الايجاريه. لا، وملحقات القيمه الايجاريه، وان شاء الله يعني تكسب القضيه يعني، بنبشرك يعني. يا فندم ما تحرمش منك. شكرا. شكرا استاذ سامي. دكتوره زينين، نخرج فاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الاجراءات الشكليه والموضوعيه الخاصه برفع الدعوه القضائيه. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.
للإعلان على ميسات اتصل على 012 76 22 345 أو 012 76 22 346. استاذ فتحي مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك اتفضل. طيب اوصل بس رساله للدكتوره. انا في سنه 2000 كان في حد ساكن في الشقه عندي من سنه 90 طلع في سنه 2000 فجه واحد اجر مني. فطبعا كان القانون الجديد انا ما اعرفش راجل انا مش بعرف ما اتعلمتش يعني. فقال لي انا عايز تعملها لي ب 10 سنين فاتوا. فقلت له حاضر. فعملت له من سنة 90. بعد كده عرفت عملت له ايه؟ عملت له ايه حضرتك؟ عملت له العقد مش من سنة 2001 من سنة 90 1990. فبيقول لي أصل أنا عندي ظروف وعندي حاجات كده هو فعايزك تعمل لي العقد من سنة 90. أنا قلت له حاضر. فبعد كده أنا عرفت إن هو عمل كده علشان يخش في القانون القديم. فأنا طبعا الشرع نعم يا فندم. ايوه كمل يا فندم. طبعا الشارع كله عارف ان كان في اب كاهن ساكن في الشقه دي من سنه 90 لسنه 2000 لغايه 2000. فهو انا مش عارف يعني اعمل ايه يعني. هو ضحك عليا. تمام. انا مش عارف يعني ما عارف. طب انت حضرتك معاك العقد القديم اللي المفترض اللي كان فيه الاب الكاهن ساكن في المكان ده؟ موجود. طيب موجود. وحضرتك انت معاك العقد اللي انت سلمته بيه ان العقد يعني اللي هو ترك المكان ده؟ يعني طبعا. يعني بص حضرتك يعني انت عشان تخرج طبعا. اولا عشان تخرج من ال من من, من الورطه دي لازم طبعا. تقول ان العقد ده عقد سوري وترفع بسوريه العقد. ولما ترفع بسوريه العقد هتقول والله ان العقد دوت اتكتب سنه 2000 او 2001 تمام. ان العقد دوت كان مدته المفترض زي ما انتم محددين 10 سنين وانتهوا. طب لما هيجي يقول لك طب وسنه 90 لا ما كانش موجود. اولا لما 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 هترفع بصوريه العقد هتقدم كل المستندات الداله على ان في السنه اللي اتكتب فيها العقد ده كان المكان مشغول بشخص تاني وكانت الاقامه بالنسبه للشخص اللي موجود كانت اقامه هاديه ومستقره وان المفروض العقد السوري دوت نتيجه لان مثلا ممكن انت ما خدتش بالك اتمضى عليك ما قريتوش ان هو دخل عليك يعني الجيش والتدليس اثبات ما سوريه العقد دوت ويرفض ده بده عشان يثبت ان هو لما يروح لخبير ان دوت التاريخ اتكتب في غضون سنه 2001 او 2000 مش سنه 90 يعني عشان تقدر تطبق القانون المدني وليس القانون الايجارات القديم. هو في نقطة كمان إن هو راح سجل العقد سجله بالتاريخ القديم سجله لا لا سجله بالتاريخ الجديد ما تسجلش أيوه ما ينفعش التاريخ القديم هو كمستند تاريخ قديم لكن إثبات التاريخ بالجديد بالجديد وفقا للتاريخ تمام. أيوه والعداد بتاع الكهرباء باسم القديم برضو قاعد لحد وقتنا يا طيب جميل ما أنا بقول لك هات كل الأوراق الخاصة بالأب الكاهن اللي كان موجود في المكان ولو تمام. تقدر تجيب الشهود وتعمل محضر اثبات حاله ان هو دخل عليك الغش والتدليس وان هو مضاك وانت ويجيب المستاجر القديم يا دكتوره لو ويجيب المستاجر القديم في الوقت دوت لو المحكمه حكمت بسوريه العقد ده هيبقى انت ليك الحق انك ترفع دعوى اخلاء لانك هتلتزم يا اما بمشاهره يا اما بالمده اللي انت هتكونوا متفقين عليها يعني ليها مخرج بس هو تمام. طويل شويه شكرا استاذ فتحي شكرا لحضرتك. الاستاذ البير مساء الخير. الخير يا فندم. اهلا اتفضل يا فندم. كنت مساعدتك انا كنت موظف حكومه وفي كده طلع لي قرار انهاء خدمه بسبب غياب متقطع. ايوه يا فندم. وليا حوالي 7 سنين خدمه او 8 سنين خدمه.
من حوالي الكلام ده من حوالي 25 سنة. أيوة. كده أنا ليه حقوق عند الدولة ولا التامن سنين روحوا عليا؟ يعني إيه غياب متقطع؟ غياب متقطع يعني مثلا أجي في أسبوع أغيب يوم، أجي في شهر أغيب يومين وهكذا. والغياب دوت أنت كان في عذر ولا كان سبب يعني ما كانش فيه عذر، كنت أنا من نفسي كنت بغيب لأسباب معينة خاصة بيا يعني. فالمهم حولوني شوف قانونية وجمعوا لي 15 يوم متقطعين، المهم رفضوني طلع لي قرارنا خدمة. قال لي تم 7 سنين خدمة، يروحوا عليا ولا أعمل إيه؟ ولا أطالب بيهم؟ لا، طالب 7 سنين خدمة. طيب. وحاول تثبت. نعم. طالب بيهم يعني أنت مش هتخسر حاجة، طالب بيهم لأن أوريدي أنت كده مش هتاخد حاجة. فأنت خلي عندك القرار إنهاء الخدمة، بأن الفترات حتى اللي أنت غبتها دي وإن كانت فترات مش كبيرة بس هي ممكن يكون عندك عذر، فطالب اطعن على القرار وطالب بالمدة اللي فاتت اللي أنت اشتغلت فيها. السبع سنين دول ماشي، أنا بكلم على إن أنا ممكن أرجع الشغل تاني؟ لا، رجوع الشغل بقى دي يعني ما فيها كلام يعني، لكن أنت ممكن تطالب بالمدة. ما انت لازم يكون في عذر غبت ليه؟ هل في عذر قهري يا استاذ البير مثلا؟ انذار او انذارين او ثلاثه. نعم يا فندم. لا، لازم يكون في عذر قهري لانقطاعك عن العمل، ولازم ما تكونش عديت المد. لكن كون انك انت عديت المد وما فيش عذر قهري وما فيش اسباب قدمتها بمستندات، يبقى انت دلوقتي هيبقى صعب جدا انك ترجع للعمل، لان دوت برضه شرط بينك وبينهم. لكن تاخد المدة اللي انت اشتغلت فيها. سألت في التواصل مع شاب قالوا لي هتصرف السبع سنين خدمة لحد ما تطلع معاش لما تكمل 60 سنة. ارفع دعوة قدام مجلس الدولة. شكرا الأستاذ ألبير. الأستاذ عواطف مساء الخير. ألو. الأستاذ عواطف اتفضلي. أيوة. اتفضلي يا فندم. الصوت مش سامعينك يا فندم. ألو. أيوة مع حضرتك، ممكن نوطي التلفزيون طيب؟ مواطية خالص وبعيدة منه خالص. تمام، صوت واضح، اتفضلي. طيب لو سمحت، أنا واخدة في عمارة دي واخدها إيجار بس مكتوب من 1/10/2006 وتنتهي في 30/9/2015 ماشي؟ أيوة. بس في البند الأخير مكتوب بخط اليد، مكتوب مدة 9 سنوات جدة تلقائيا بزيادة 3%. أستاذ عواطف الصوت مش واضح. مكتوب في آخر بند إيه؟ مكتوب آخر بخط مدة الإيجار 9 سنوات ويجدد تلقائيا بدون اللجوء للطرفين بزيادة 3% ومسجل في الشهر العقاري. وكل والعدد باسم المي والعدد بالنور باسمي والغرف باسمي. طب ايه المشكله يا فندم؟ ممكن يطلعني في اي حته؟ ممكن يطلعني في اي وقت؟ مش طب هي يطلعك في اي وقت؟ ممكن يعني هو العقد لما مكتوب يجدد تلقائيا دون اطراف دون اللجوء للطرفين، قال لك لكم مده؟ 9 سنوات. لا، لكم مده؟ مده ولا اتنين؟ ما هو ده خلص 2015. 9 سنوات تاني يبقى 2000 كام؟ 2024. ايوه. العقد لما مكتوب لمده 9 سنوات ويجدد العقد تلقائيا من نفسه دون الرجوع للطرفين. لكم مده ولا المدد مفتوحه؟ كم مره؟ لا ما كتبوش بزياده 3% بعد 9 سنين الاولى. يزيد بنسب معينة. 10%؟ 3%. طب تمام كويس. طب امال انت قلقانة من ايه يا ست عزيزة؟ عواطف. ست عواطف قلقانة من ايه؟ ممكن ايه؟ يطلعك. هيطلعك ليه؟ ما العقد شغال اهو، العقد ماشي. يعني يعتبر عقد جديد ولا قديم؟ هو العقد ممتد اهو، ساري اهو، ما فيهوش اي مشكلة. بس انت تدفعي طيب. الزيادة 3%. بدفعها بس خلاص. وجددي العقد يا استاذ عواطف بعد انتهاء المدة. هو كده ماشي. ما هو بس هي بتسأل يا دكتورة، بتقول هل ده يعتبر عقد قديم ولا جديد؟ لا، ولا قديم ولا هو العقد بتاعها،
هو العادل بس مشغل. ده عقد شريعة متعاقدين. ايوه بس هو المفترض ممكن نقول يجدد لمره واحده او يجدد لمرتين لكن هو مش كاتبين كده, مش كاتبين يجدد من تلقاء نفسه, يبقى يجدد على طول. 59 سنه بقى, يبقى 59 سنه يا استاذ عواطف. يعني هو دلوقتي ما قالش يجدد مره ولا مرتين ولا ثلاثه, فهو سايب المده مفتوحه. فيفترض بقى دي كده 59 سنه على العقد القديم, ودي ترجع للتحقيق مع المحكمه. طيب شكرا يا استاذ عواطف. يعني الموضوع ده في صالح الاستاذ عواطف الموضوع طبعا. طيب يعني تطمن هو بقى. هو لو كان يعني عمل لها حبكه قانونيه وقال ان هو يشترط انه يجدد هذا العقد بموافقه المالك, يبقى المفترض لازم العقد بعد المده هينتهي ولازم المالك يمضي لها بعقد جديد او يكون موافقه رضائي. لكن هو دون الحاجه للرجوع للطرفين يبقى العقد من نفسه بيتجدد, ومفيش كم مره نفسه. يبقى يمتد لغايه 59 سنه اللي هو ما يبقاش حكر بقى. ما المحكمه برضه هتبقى دي هترجعها تاني للتحقيق. لان في بعض النصوص اللي ما بيكونش فيها نص واضح وصريح, ما بيكونش فيها عبارات واضحه, فالمحكمه بترجع عن طريق التحقيق او احاله الدعوه للخبير او حتى الاستجواب او حتى اليمين الحاسمه عشان تقدر تدي التكييف القانوني للتفسيرات اللي هي بيعجز عنها العقد عن اثباتها بشكل واضح. توضيح. الاستاذ حارس اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل. والله انا عندي موضوع كده, ابني كان سافر الكويت اشتغل سواق تريلا. ايوه. من 2006. ايوه. الكفيل بعته يشتغل في العراق, راح العراق ما رجعش. فهو اللي انا فهمته ان ابني مات مجهول الهويه. فالقضيه فضلت تتداول في المحاكم الكويتيه لغايه 2022. أيوة. بدون تعويض. حاولت ان انا يعني اخد حق ابني من اي طريقه من الطرق, ما امكنش. فحاولت انا ارفع على السفاره الكويتيه, المحاميين عايزين فلوس, انا راجل كبير عندي 70 سنه ما بشتغلش على المعاش, ما معيش فلوس اديها المحاميين, فهل حقي اقدر اجيبه ولا حقي ضاع على كده ولا ايه؟ طيب حاضر, شكرا لحضرتك يا فندم. ايه الاجراء؟ المشكله المحامين عايزين فلوس. طب دي تبقى ما الدعوه القضائيه لازم اتعاب. بس 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 انا رايي ليه راي استاذ نشأة برضه, يعني خليني اامل فيه. يعني احنا عندنا في القضايا الجنائي لما بيكون الموكل او المتهم ما عندوش فلوس, المحكمه بتنتدب له محامي. ده في الجنائي. في الجنائي. فانا بقى اتمنى بقى, يعني هو ده مقترح, يعني مقترح يا رب يلاقي, لازم يبقى فيه هيئات دفاع موجوده تحت طلب المحكمه, زي الاستاذ عم حارس اللي اتصل دلوقتي, وزي ناس تانية بتبقى ما عندهمش المقدره الماديه, ما عندهمش المقدره الماديه وما عندهمش حتى يدفعوا فلوس الخبير, وزي برضو الاستاذه اللي اتصلت ومش قادره ترفع دعوه في مجلس الدوله. احنا بنقول طب نقابه المحامين يا دكتوره, النقابات الفرعيه مالهاش دور؟ ما هو النقابات الفرعيه ما يعني في الجنائي, لكن في المدني لان في يعني ملزم في الجنائي بس. لان ما ينفعش, وبالذات في الجنايات, بالذات في الجنايات, ان المحامي عشان يحضر امام المحكمه لازم يكون مع محامي. طيب من باب اولى ان عم حارس ده او اللي زيه كتير جدا بيبقى فيه حقوق ضيعه ونتيجه الحاله الماديه الصعبه ومفيش اي دخل, بيضيع الحق عشان مش قادر يتصرف. فانا اتمنى ان يكون في تحرك وتحرك ايجابي, سواء من نقابه المحامين بالتعاون مع وزاره العدل, يكون في لجان او في هيئات او في مجموعه تكون بالظبط, والشخص الغير القادر يقدم طلب ان هو غير قادر وتتولاه الدوله او تتولاه زي المحاكم الجنائيه, وبيكون بيسر, يعني حاجه بسيطه, يعني مثلا لو القضيه تتكلف 10 قروش ممكن هو الدوله او النقابه تدفع جزء وهو جزء, اولا عشان ما تضيعش الحقوق, وثانيا عشان نبين لكل الناس او المواطنين ان الدوله المصريه بتعمل عمليه محاباه على اولادها وعلى ناسها, ونقدر ما نضيعش في وسط الزحمه دي يبقى في حسره والم, وهو بيتكلم عن محارس وبتتكلم الست عواطف وبتتكلم غيرها وغيرها وغيرها. دي مناشده مني لمن يهمه الامر ويهمه حال المواطن ويهمه حاله القانون, ان نعمل عمليه مساواه بالقانون الجنائي او مساواه بالرجل اللي بيرتكب جرم, الرجل اللي بيدي حق ليه, احنا اولى ان احنا نقف جنبه. تمام. الاستاذ ماجد, وده اخر تليفون وبنعتذر لباقي التليفونات. استاذ ماجد اتفضل. على حضرتك وعلى الدكتوره. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا كان لي اخ توفى في الجيش من زمان من 86، وبعد كده حما والدتي كانت بتاخد معاش، ولما جت اتوفت المعاش قطعنا يعني المعاش، وانا معاق، هل ينفع استرد جزء من معاش المرحوم اخويا؟ الو معاك يا استاذ ماجد. ايوه يعني انت معاق يا فندم؟ نعم حضرتك عايز يعني تحصل على جزء من المعاش. أي انت عندك اعاقه ايه؟ ضمور في العصب البصري. عقب عملت البطاقه بتاعت الخدمه المتكامله؟ ايوه عملتها. طب كويس. شكرا استاذ ماجد، شكرا لحضرتك. يعني ده بطاقة الخدمة المتكاملة دي بتفيد يا فندم؟ بتفيد، بتيسر كل الإجراءات. يعني برضو دي من التقليدات الجديدة اللي موجودة في الدولة المصرية، إن كل المعاقين أو مختلف الإعاقات بنسبها المختلفة بدأت تطلع بطاقة الخدمة المتكاملة، لتسهيل كل الإجراءات، على ما أظن إن هم برضو بيبقى ليهم ممكن يكون في تعاون أو مع الصغير. طيب دكتورة، برضو يعني إحنا عاوزين سريعا كده نتكلم، ما تكلمناش في موضوع الحلقة، يعني كل المتصلين يعني مشاهدينا الاعزاء يعني ما بيستنوا ان هم عايزين استشاره قانونيه، فربنا يوفقهم. طيب. يعني طيب الشروط الشكليه والموضوعيه يا دكتور، احنا اتكلمنا عن المصلحه والصفه وايه تاني؟ والاهليه ايه معناها المصلحه والصفه والاهليه؟ ان هو اهليه التقاضي يعني اهليه التقاضي، يعني انا المفترض يكون اولا يكون السن الراجل ده بالغ سن الرشد، ما يكونش قاصر، ما يكونش عليه وصايه، ما يكونش عليه قيم، وممكن يبقى حد تاني ينوب عنه، بس الإنابة تكون في الحضور مش في التمثيل الكامل. فلازم يكون ليه شرط الصفة والمصلحة والأهلية موجودين عشان خاطر يبقى الدعوة من الناحية الشكلية مقبولة. أما من الناحية الموضوعية زي ما قلت لحضرتك من أول، ما يكونش المطالبة بالحق دوت حاجة منافية للأداب العام أو للنظام العام. يكون كلها في إطار مشروع وفي إطار قانوني عشان المحكمة تقفل موضوع الشكل وتبدأ تاخد الموضوع من الناحية الموضوعية. ولازم الأمر التاني برضو يا أستاذ نشأت، لازم يكون معاد الإجراءات مواعيد يعني من النظام العام. لا يجوز بأي حال من الأحوال إن إحنا نتغاضى عن هذا الأمر. يعني النهاردة نقول قضاء مستعجل يبقى 15 يوم، نقول مثلا في قضايا معلقة على شرط يبقى لازم الشرط ده يتحقق الأول، أو معلقة على طلب لازم يتحقق الطلب. إحنا النهاردة عملنا عقد إيجار، وعقد الإيجار دوت يلزم في الأول إن إحنا نعمل إنذار بال 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 بالإخلة، والإنذار الشكليات مهمة جدا، المواعيد مهمة جدا 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 في كل القوانين المدني يعني الدعوى المدنية أو دعوى العمال أو دعوى المجلس دولة أو دعوى حتى الأحوال الشخصية. لازم، عشان بنقعد سنين كتير يا استاذ نشأت في القضيه ونيجي في الاخر نتيجه بقى الخطا صغير، بنرجع من الاول، دعوه او تضييع ما تمضاش عليها المحامي فتاخد رفض، تاخد عدم قبول، دعوه ما كانش صفه كامله وكانت نص صفه، دعوه اترفعت قبل الميعاد. يبقى كل الاجراءات دي لما ما ناخدش بالنا من الاول، اولا الحق بيتوه، ثانيا المده الزمنيه بتضيع، ثالثا ودي الاهم بتبقى في نوع من الاحباط، يقول لك اصل العداله مش ناجزه. لا، العداله ناجزه وكل حاجه، لكن الخطا منك انت، لكن الخطا منك ومن الزميل اللي اترفع. فخلينا يا جماعه قبل ما ندور على الموضوع لازم ندور على الشكل بشروطه الشكليه وشروطه الموضوعيه والاهليه كامله، سواء اهليه الاختصام او اهليه التقاضي، عشان المحكمه تنظر في الموضوع. شكرا الدكتوره هاله عثمان، رئيس مجلس امناء مؤسسه عداله ومسانده والمحاميه بالنقد والدستوريه العليا. اكيد شرفتينا يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ. بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، زي ما قالت الدكتوره هاله، يعني الحق القانوني في اللجوء للقضاء ده حق دستوري، ولكن يجب ان تراعى الشروط الاجرائيه وشروط الموضوعيه، يعني الموضوع لازم يكون مستوفي اركانه وكمان الشروط الشكليه. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، لوعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 مساء على الهواء مباشرة. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير.